بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى آخر الآية. وقلنا أن الابتلاء أن يهيئ الله الصيد ليقبله عليهم بدل أن يلحوا في طلبه. وقلنا الإيمان إما أن يكون غير ملح على المعصية، هذه مرتبة، أو أنه وإن ألحت عليه المعصية يردعها الإيمان. فقلنا ليعلم الله علم ظهور حتى يكون ذلك إقرار وحجة عليهم. فالذي يعود إلى أمر من هذا بعد ذلك التجريم يكون قد عرض نفسه لعقوبة الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن ذلك تكلم عن قتل الصيد. فإذا فرض أن قتل واحد صيدا، نقول له: إن قتلت صيدا حكمه ما يأتي: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد هو ما يصطاد بالحيلة، كأن يضع شبكة أو يضع فخا أو يرسل سهما أو يعطي رمحا، أي شيء، دي اسمه يصاد. أو أن يؤخذ باليد وإن كان قريبا. والصيد أهو ما يؤكل ولا كل صيد وإن كان مما لا يؤكل؟ الصيد لا يعتبر صيدا إلا إذا كان ما يؤكل، ولكن الذي لا يؤكل صاد سبعا، وهذا أمر لا يؤكل. فبعض العلماء قال كلمة صيد تدخل فيها كل ما يصاد، ما قالش يؤكل ولا ما يؤكلش، علشان نعلم نفسنا أدب الجوارح ونحن حرم. حرم ديا يعني إيه؟ يعني إما أن تكون في الحرم، والحرم حدوده معروفة، وهذا محرم أن يتعرض الإنسان لصيد وإن لم يكن حاجة، أدى الحرم حدوده. أما الحاج فمحرم عليه أمر زائد، وهو ما بعد المواقيت إذا ما كان محرما. فإما أن يكون حرم يعني محرمين، ودي دائرتها أوسع، أو حرم يعني قاعدين في الحرم، ودي دائرتها أضيق، ولكنها تشمل الحاج وغير الحاج. لكن الذي لا يحج وهو في بعد المواقيت قبل حدود الحرم، له أن إيه؟ له أن يصطاد. فإذا فرض أن واحد اعتدى على الحكم واصطاد، ماذا يكون الموقف؟ ومن قتله منكم متعمدا. كلمة متعمد وقف عندها العلماء، قالوا متعمد بنص القرآن، ولكن رسول الله ألحق قتل الخطأ بالعمد. ألحق قتل الخطأ، هب أنك تهرش في رأسك هكذا وأنت محرم، وبعد ذلك ما انتش عايز تنزل شعر فنزل شعر، الحكم يثبت أنك نزلت شعر ولا لا؟ يبقى يثبت. ليه؟ أم قال لك: لأن الحق يريد حين تحرم أن تنبه كل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محسوبة عليك. شوف اليقظة الإيمانية، اللي كان يصح أن يجي منك غلط ما يصحش يجي فين؟ لأنك أنت متخلي عن كل حاجة، وجاي لمين؟ وجاي للعملية دي، جاي لربك. فيجب أن تكون كل جوارحك فيها يقظة إيمانية. إيدك ساعة ما تتحرك كده تقول هتروح فين؟ هتروح تهرش، اوعى تنزل إيه شعرة. إذن الخطأ هنا برضو يعمل إيه؟ هنقول له لازم تعمل له فين. فجزاء، فاللي قتل نعمل ايه؟ نقول لك وجب عليه جزاء لتعديه على الشيء الذي حرمه الله. يعمل ايه الجزاء؟ الجزاء بتاعه يكون ايه؟ مثل ما قتل من النعم. طيب مثله في ايه؟ المثلية وقف فيها العلماء: امثله بالقيمة، يعني نقيم اللي انقتل ونشوفه يعمل ايه، ونجيب حاجة من النعم ونذبحها لله، نسيبها لله، ولا مثله في الشكل؟
المثلية وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل. نشوف أقرب النعم إلى شكل المقتول. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل ضبع قال لصاحب القتل ابده بهات كبش. والصحابة علي رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر حينما قتل رجل النعامة قالوا افدها ببدنة لأنها شكلها تمام في العلو والمش عارف ايه. وحينما قتل إنسان ظبي قال افده بشاة، وحينما قتل غزالا قال افده بعنز. ايه الفرق بين الظبي والغزال؟ الظبي هو الذكر والغزال هو الايه؟ الأنثى. فدي تبقى شاء ودي عنز. طيب قتل يربوعا مثلا اللي هو الفار مثلا دي، أم قال لك افديه بايه؟ بجفره. الجفره دي هي ولد المعز حين يستغنى عن امه، يعني خلاص بمجرد ما استغنى ما يرضعش من امه يسمى ايه؟ يسمى جفره. ان استغنى بعد قبل ما قبل سنه واشتد كده نسميه عناق. اذا فالمثليه هنا مثليه ايه؟ مثليه الشكل. قال ابو حنيفه والمثليه ان لم يوجد له مثل، قال لك يبقى بالقيمه. قال لك ما دام اجزت القيمه في كل حاجه ما تصعبهاش، وقول ان يقوم وبعد ذلك يؤتى بايه؟ بنعم في مثل ايه؟ في مثل قيمته، وبعد ذلك يرسل هديا بالغ الكعبه ليؤكل. يبقى جزناه، هو كان عايز يصطاد عشان ايه؟ ياكل. نقول له لا انت ما تاكلش، ولكن نخلي خطاك نفع لغيرك من الذين من المحتاجين. نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثليه دي من يحكم فيها؟ سواء كان مثليه شكل، ان كانت مثليه شكل يبقى الكل يقدر ولا لا؟ انما ان كانت مثليه قيمه يبقى عايزه بقى ناس لهم بصر بالاشياء ويقوم ده ويقوم ده زوى عدل، يعني اثنين عدول يقول لك دي قيمته قد ايه، يقول له قيمته قد كده، يعني نجيب ما حاجه بالقيمه دي ونعملها هدي بالغ الايه؟ هدي بالغ الكعب. يحكم به زوى عدل. طيب نعرف زوى عدل ازاي بقى؟ ما هو زوى عدل يعني ايه؟ يعني الذين لا يميلون عن الحق بالقسطاس بميزان. احنا بنقول ان الانسان لما يجي يحكم يقول لك احكم بالعدل، يعني الشيء العدل يعني دي يعادل ده، زي كفة الميزان ساعة ما تيجي متساوية كده نقول ايه دي عدالة. عدالة يعني ايه؟ ان الكفة دي تعادل، مش نازلة ولا شوية ولا، ادي معنى العدل. واقول لك واحكم بالانصاف. بالانصاف، انصاف يعني ايه؟ يعني انك حين تواجه الخصمين، لان ما دام هتحكم يبقى فيه ايه؟ فيه اثنين، يبقى احكم بالانصاف. يعني اعمل كده نفسك نصك لده ونصك لده، اوعى تميل لده شويه ولا لده شويه، شوف الدقه قد ايه. احكم بايه؟ بالانصاف، يعني كن قاعد كده هون، واياك ان تدير وجهك الى هذا اكثر مما تديره الى ايه؟ الى ذاك. طب ونعرف ذو عدل دي ازاي؟ ام قال لك افرض ان واحد حكم ولقينا حكم عادل، ده هنجرأنا اننا نجيبه ويحكم تاني. طب واول قضيه، اول قبل ما يحصل حاجه كده عرفنا دول ذو عدل ازاي، نجيبهم منين؟ ام قال لك انظر الى عدالتهما في نفسهما. شوفوا كده مستقيم في تصرفاته ولا لا، مساوي، عدل في تصرفاته. ان كان مثلا في الم... في ال... في ال... في الاكل لا 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 لا, ما بي... لا لا بيقبض ايده ولا بايه ولا بيبذر، يبقى ده راجل معتدل. ان كان مثلا في ال... في ال... في الغضب ما يسرفش في الغضب، ما يفسدش في تشوفه نفسه ايه؟ نفسه معتدل في تصرفاته. يبقى لا يتعرض للحكم في الغير الا من جرب عليه الاعتدال في الحكم على نفسه. ليه؟ لأنه ما دام أصبح مأمون على نفسه يبقى مأمون على غيره. إنما نجيب واحد مش مأمون على نفسه وبعدين نؤمنه على غيره. ولذلك يجب إن الناس يتنبهوا إلى مثل هذه المسائل. في ناس بس يقول لك الشباب يجب أن يتولى القيادة ويعمل مش عارف إيه ويعمل إيه، له على مهلك شوية. خلي الشباب يزاول العمل الخاص في شبابه، فإذا ما كان عادلا وجربنا عليه أنه نجح وأؤتمن على حركة نفسه، نقول له تعالى بقى اخدم أمتك في آخر عمرك واقعد علشان تخدم أمتك لأنك مأمون في عدالة نفسك.
انما نيجي من الاول كده نقول له تعالى نجرب في الامه، نقول له لا، جرب فيما تملك، جرب في نفسك. ما فيش حاجه اسمهم ايه الاطفال المعجزه والكلام الفاضل اللي بينشا في الامم ده، نفاق الشباب ده سيبونا منه. قل للشاب امتى ابتدئ في الحياه، وابتدئ في الحياه بنشاط جدي لذاتك، لانه ما دام لذاتك النفعيه قريبه، وما دام النفعيه قريبه مش هتغش نفسك. تقوم ان نجحت في هذه الفتره نقول لك والله انت اديت لذاتك، بقى امتك عايزاك تادي شويه. يبقى خدناه بعد ان نضج عقله وزادت تجاربه وفقد شهية الطموح في الحياة، لأن خد طموحه من نفسه. نقوم نقول له تعالى بقى اتجرب واقعد بقى كده، يبقى دول المأمونين على أن يحكموا الناس، يحكموا به ذوى عدل. إذا كان في الشاه قلنا ذوى عدل، يبقى في رقاب الناس وفي مصالح الناس ما نجيبش ذوى عدل؟ لا، لازم نجيب ذوى عدل. ذوى عدل ده نعرفه ازاي؟ نقول له والله ما دام عدل في حركة نفسه على نفسه وعلى أهله، نقول له أنت أصبحت مأمونا، وأصبحت طموحاتك لشهوات الحياة قليلة، فتعال بقى علشان تخدم الخدمة الإيه؟ الخدمة العامة. وبذلك توضع الأمور في إيه؟ في نصابها. أما أن نجيب واحد كده نقول له تعال جرب احكم في أمه، نقول له حيلك، ما تخبش الأمم إلا بهذه المسألة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى كله يروح لمين؟ للكعبة، علشان الناس بقى اللي قاعدين هناك ومنقطعين للعبادة ومنقطعين لإيه، بواد غير ذي زرع وإلى آخره، ربنا يضمن لهم كتم حتى من أغلاط مين؟ من أغلاط اللي اعتدى. طيب وبعد طيب يحكم يعني أو كفارة، ما قدرتش يا أخويا تجيب مثل ولا حاجة هدي بالغ الكعبة ولا حاجة، قال كفارة طعام مساكين. طب ما طعام مساكين قد إيه؟ أم قال لك ذو عدل بقى يقيم النعم ده، يقول لك ده قد كده، وبعد ذلك ده يطعم كم مسكين، هم اللي ايه اللي يحددوا. طب ما قدرش يجيب طعام، ام قال لك صوم. والصيام ايه؟ اهو نجعل صيام اليوم زي فدية الصيام، زي فدية الصيام. يبقى ادالها الحكم ولا ادالها؟ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الوبال هو الثقل والعاقبة. ليه الوبال؟ قال لك لانه ان كان حيجيب مثل ما اصطاد ولا مثل ما قتل هيدفع مال، والمال ده ايه؟ هيبقى نقص في ماله ولا مش نقص؟ وان برضو ان اطعم هيبقى نقص في ماله ولا لا؟ يبقى زي ما انت عملت كده انت. طب وان كان صيام يبقى ثقل في بدنه انه يتعود يصوم ويعمل كل حاجه، ليذوق وبال ايه؟ وبال امره. عفى الله عما سلف. ام قال لك ليه الحكايه دي؟ ليذوق وبال امره والعمليه دي. ام قال لك ليه؟ لان احنا حين نجعل الاحسان كلاما شكليا والإساءة كلاما شكليا بدون أن نرتب عليه نفع للمحسن وضر للمسيء، ما تستقيمش الأمور. يبقى كلام اسمه كلام إيه؟ ده كلام في الهوى كده، كلام جرايد، يلا زي ما احنا نقول له لا، ده احنا المسألة عندنا. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قصة من مكن في الأرض، مكن في الأرض يعني عنده أسباب القوة، اللي هو من ذي القرنين، يسألونك أو يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه؟ ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، أدي واحدة، وآتيناه من كل شيء سبب. بس مش بس خد مني، وبرضه هو جدعا وضم ببشريته أشياء فأتبع إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس في نظر عينه، ما هو انت لما تقف هنا على الشط كده بتاع البحر وتشوف الشمس اخر النهار تشوفها بتغرب في ايه؟ في البحر. هي ما بتغربش في البحر، ده مرأى عينك، افقك انتهى هنا، افق نظرك، بدليل انك لو مشيت في البحر وراها هتجدها ايه؟ تعال تمشي في البحر وراها تعال، وبعدين بالشكل. يبقى ده رأي الايه؟ يعني حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الايه؟ حمئة، ووجد عندها قوما. ما هو ممكن بقى. قلنا يا تفويض من الله يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت شوفهم كده وقيس كل واحد وشوف ده يعمل إيه وده يعمل إيه، يعني إيه؟ جازي كل واحد بعمل. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إياكم أن تفهموا أن ذلك تخيير لهواه. لا، فهم، لانه ما دام ممكن من الله وما دام جاي بامر الله يبقى هيعمل عن هواه بقى. ام قال له طيب فهم، اما من ظلم فسوف نعذبه،
مش قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيها حسن يبقى كده حكم كده؟ لا، أما من ظلم فسوف إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقوم كل واحد حتى النفعي حين يرى العمل السيء جاب له متاعب وخسارة يقوم يرتدي عنه ولو لم يكن مؤمنا بيوم آخر، خلاص كده. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نكرمه ونقول له يا سلام عليك، ما أحسن إيمانك، مش عارف إيه، نشجعه بكلمتين ونديله برضو إيه المكافأة اللي بنسموها التشجيعية، بس تروح لأصحاب التشجيع صحيح، تروح لأصحاب التشجيع صحيح، لأن لما ما ياخدهاش إلا اللي بيجي على الباب واللي بيتمسح واللي مش عارف، كل الناس يجي على الباب وتتمسح وتشيب شغله، خلاص انتهت المسألة. عفى الله عما سلف، أي قبل النص على التجريم، لأن ما ياخدش كده واحد كده قبل ما يقول دي جريمة، قبل النص على الإيه؟ على التجريم. ومن عاد بعد النص على التجريم فينتقم الله منه. الله ما قالش فمن عاد فبرضه يعمل نعم، وقال لك الشغلة بقى ده اللي يعود مرة تانية، ده كان الأصول إنه ما يجيش على باله إنه يعمل المخالفة دي، فلما عملها أول مرة عملنا فيه إيه؟ قلنا له ناخد هادي وناخد مش عارف إيه وناخد إيه، خلاص. لكن اللي يعود بقى يبقى دليل على أن المسألة بعيدة عن مين، فينتقم الله منه. قولهم فينتقم الله منه دل على أنه لا يقبل منه إيه؟ ما يقبلش منه عدل، يقول له لا أنت بقى فأت، ما يصحش لنا نكفر سيئتك بنعامة بشيء من النعم تسوقه، لا خلاص انتهت المسألة. ومن عاد فينتقم الله منه وأنتم تعلمون انتقام الله، لأنه عزيز لا يغلب، عزيز لا يغلب. بعد أن تكلم عن صيد البر وحكمه يخاف أن ينسحب الحكم على كل صيد، فأم قال لك لا أنا حرمت صيد البر ما دمتم حرم، يا محرمين ودي دايرتها أوسع، يا في الحرم ودي دايرتها إيه أقل. قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، يبقى حرم لهم من الصيد وجي في إيه، يعني المسألة مش كلام كده، لا ده كلام دقيق، هنا يبقى حرام هنا يبقى إيه حلال. إيه ده؟ أم قال لك برضو علشان يعلمك إن المسألة مش رتابة حل ولا رتابة حرمة، ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا، زي ما قلنا في حلقة أمس إن هو ما كانوا بيكرموا الأصنام بقى شرك مش كده، ولما جه يبصوا الأصنام بقى إيمان، شوف نقلك من الشيء إلى مساويه، وده إيمان وده إيه، لأنك خرجت من مراد نفسك إلى مراد مين، فهو قال لك الصد حرام وده إيه وده حرام، خلاص انتهت المسألة. صيد البحر وطعامه، العلماء لما جم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أم قال لك الصيد إيه الصيد وإيه الطعام، والعطف يقتضي المغايرة، ما دام جاب واو العطف يبقى دي غير ده ولا مش غير ده، هو الشيء يعطف على نفسه ما يعطفش على نفسه، صيد البحر وطعامه. فناس قالوا إيه صيد البحر اللي هو ناخده نصيده بالحيل والبتاع وحاجات دي وناكله طري كده، وطعامه اللي يعد يبقى طعام زي اللي مملحه مثلا. ولذلك قال متاعا لكم وللسيارة، المقيم هياكل من الطاري ده، واللي في سيارة ورحلة مش عارف ايه بياخدوا ايه يجففوا، زي حكاية الحوت بتاع مين سيدنا موسى والفتى بتاعه. او واحد قال لك تاني لا احل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للأكل، الدر والمش عارف الايه والمرجان وكل الحاجات اللي تطعم البحر والحيوانات التي ناخذها لعظامها ولاسنانها ولمش عارف ايه، ده الصيد، انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حناكله. متاعا لكم وللسياره، يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب. ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب؟ يقول لك ساعة الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار، يبقى من رحمته جعل ايه ليل، ليل عشان الراحة والنهار عشان الايه التعب، والليل يجي نرتاح ونقوم للنهار وده يسلم، ده يبقى بيتكاملوا مش متعارضين، مش ايه متعارض، بيتكاملوا ولا لا بيتكاملوا. طيب على الاول ومن اياته ايه
جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكن في ايه؟ في الليل. ولتبتغوا من فضله اللي هو مين؟ طيب الايه كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه ثانيا. العله ايه؟ لتسكنوا فيه الاول تبقى راجعه للاول. تبتغوا من فضله راجعه لمين؟ راجعه للايه؟ للتاني. يبقى ده بيسميه لف كده الحكم بعدين نشره على قد الايه؟ على قد. احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه؟ يقول قلبي اهي قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم حاله دول؟ قلب وجف واللسان وايه؟ والخالق. اربعه ذكرهم ما قالناش مالهم دول ايه؟ قلبك ايه؟ وجفنك ايه؟ ولسانك ايه؟ وخالقك؟ ما قلتش حكم. هيجيب الاحكام ويا بعضها. جاء بالمحكوم عليه مره واحده اللي هم ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. ادي محكوم عليه. مالهم؟ راض. يبقى قلبي راض وباك، جفني باك ولساني شاكر وربي غفور. فجابهم مترتبين، جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره. طوى المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ نشره. خلاص يجي واحد مثلا جاي من سفر ويجيب الشنطه بايه بتاعته خلاص، وبعدين يروح مرتب كده كده، وبعدين يعمل ايه؟ دي للكبير وده للصغير وده للطفل وده مش عارف ايه، فرتبهم حسب ايه؟ حسب ورد. اهو الايه برضو كده واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. قال لك اهو ده الطعام الطري وده الطعام الايه المجفف. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الله، ساعة ما جه وأحل صيد البحر كلمة حلال، قال اوعوا تفتكروا ان انا قلت لكم صيد البر حرام. افتكروا ان انا ايه؟ ما تجيش في الدوكة كده وتقول ايه؟ برضه رجعها تاني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله، احنا قلنا زي اتقوا الله معناه اجعلوا بينكم وبين الله وقايا. طب احنا قلنا بيننا وبين الله وقايا، ده ربنا عايزنا نلتحم بيه ونبقى دايما في معيته ما ننساهش ابدا. ام قال لك لا، زي ما بتقول اتقوا النار، يجي واحد يقول لك بقى بيقول مره اتقوا النار ومره اقول اتقوا الله، ايه اللي نقول له؟ لان معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا، لانه ما انتوش كامله ومن عذابه النار. فلما يقول اتقوا النار يبقى ماشيه منطقيه ولا لا؟ لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تاتي بما يسر وينفع، مش كده؟ نقول البسط، نقول المغفره، نقول الرحمه، كل دي صفات ايه؟ صفات جمال. صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه، دي صفات الايه؟ الجلاء. كل صفه لها مطلوب، مش كده ولا لا؟ كل صفه لها ايه؟ مطلوب. فعندما يذنب الإنسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال؟ جلال. لصفات الجلال. لصفات إيه؟ جلال. يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقتها من الله. صفات الجلال من جنودها النار. يبقى إذن ما يؤدي بعضها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا؟ اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إياكم أن تفهموا أنكم انفلتتم بخلقكم من الله. هو فلتكم ادتكم حتى ايه كده شويه يبقى لكم فيها شويه حريه، انما حريه بين قوسين، قوسين قهريين. انت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك، ادي قوسين اتنين. الحياه بين ايه؟ بين الميلاد وبين ادك شويه حريه في الحكايه دي. يقول لك ما دام محكوم بقوسين قهريين إياك أن تغتر بأنك أنت مختار فيما بينهما، فأنت محكوم بقهرين، قهر أنك منه بدأت وقهر أنك إليه تعود. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل يعني بينه ووضح وقال الكعبة دي
محرمة ولها كذا ولها كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم. أو الجعل إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة موجودة، زي ما يقول خلقكم وبعدين جعل لكم الإيه؟ السمع منك والبصر إيه؟ منك. يبقى المعنى العام إيه؟ خلق، وبعدين عمل حتة منك عين إيه؟ وحتة منك سمع، وحتة منك إيه؟ لسان. يبقى ده جعل إذا كان الأمر الموجود طرأ عليه شيء. طب جعل الله الكعبة البيت، الكعبة إيه؟ البيت الحرام قياما للناس. أولا كلمة كعبة كل الأسماء مأخوذة من المحسات، يعني أي شيء معنوي بيؤخذ من مين؟ من المحس. الكعبة هي، الكعب هو الشيء الناتئ عن المتساوي، يعني حاجة ناتئة كده نسميها زي إيه؟ زي الكعبين في الرجلين، حتة ناتئة كده يعني إيه؟ حتة إيه؟ مرتفعة. ولذلك البنت تفضل بنت ونقول عليها بنت ولا طفلة لحد ما يبان إيه؟ الثديين ويطلعوا كده، نقول إيه؟ بقت كعاب. كعاب يعني إيه؟ ثدييها بانهم زي الكعبين كده بقوا إيه؟ اسمها الإيه؟ اسمها كعاب. يبقى الكعبة نتوء، النتوء ده اللي هو الارتفاع، الارتفاع ده في النتوء هو علامة البيت مش هو البيت. ازاي؟ ام قال لك لان البيت ده مساحة، والمساحة ملهاش دعوة بالارتفاع، الارتفاع ده يدخل فيه الحاجة. احنا لما بنجيب مساحة حاجة بنضرب الطول في الايه؟ او الضلع في نفسه كان ايه؟ مربع مثلا، مش كده ولا لا؟ على الاول. او مثلث بنضرب القاعده في الارتفاع ونقسمهم على ايه؟ على اثنين مثلا، دي المساحه. لكن انا عايز اعمل لها جر بعد ثالث، بعد ثالث يعني ارتفاع، انتقلت من مساحه الى ايه؟ الى حجم. الحجم ده، ولذلك هناك في الايه اللي شرحناها زمان، واذ يرفع ابراهيم القواعد من يرفع، بيعمل البعد ان هو البعد الثالث، بيعمل لها حجم. وإن رفعها 20 متر هي البيت، هو مساحته 5 متر، هو البيت مساحته، اتمسحت المباني دي كلها تبقى الايه؟ هو البيت موجود. يبقى البيت لايه؟ مساحة. خلاص؟ لما يجي يبني عليه حاجة يبقى ده ايه؟ حجم. يبقى الكعبة اللي هي البيت الايه؟ ايه اللي يدلك على المساحة؟ المباني دي. خلاص كده؟ إذن فالمباني دلالة على مين؟ على البيت. طيب الكعبة البيت الحرام، كلمة بيت دي احنا نعرف ما أعد للبيتوتة، مش ده البيت؟ ما أعد إيه يعني للبيتوتة؟ لأن الإنسان يضرب في الأرض طيلة نهاره، ثم حين يحب أن يستريح يذهب إلى مين؟ إلى البيت. أهل البيت دي ربنا جعله للناس عشان يستريحوا فيه من كل شيء يخطر ببالهم، لأنه بيت مين؟ بيت الله، بيت ربهم. بيت مين؟ بيت ربهم. بس بيت ربهم باختيار ربهم، ده بيت ربنا برضو. المع اللي احنا فيه ده بيت مين؟ وكل مسجد هنا عندنا اسمه بيت مين؟ بيت الله. إنما هذا بيت الله باختيار خلق الله، إنما ذكى بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. هذا البيت. لما أقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، كلمة حرام دي تدل على انه له حرمات ايه؟ حتى انه سماه بيت حرام، مش بيت حرم فيه كذا، ده البيت نفسه حرام. الله، كلمة حرام دي غلبت عليه خالص. ام قال لك ايوه الله الكعبة البيت الايه؟ الحرام. احنا قلنا قياما، قياما يعني ايه؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام، لماذا جعلها هكذا؟ قال لك قياما للناس. قيام يعني ايه؟ احنا عارفين ان القيام ده
الوقوف. ويأخذ الوقوف كلمة قيامة على الشيء، إنه قيم على قائم على هذا الأمر، قائم على إيه؟ على هذا. وما دام قائم على هذا الأمر يبقى اللي بيشتغل مش هو قاعد، لا، قائم على هذا الأمر، يسموه إيه؟ قائم على هذا الأمر. يبقى قائم على هذا الأمر يحفظ له قوام حياته ووجوده. يبقى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها كده ليه؟ ليحفظ للناس قوام حياتهم، ليحفظ للناس قوام حياتهم. طب قوام الحياة ايه؟ احنا قلنا ان قوام الحياة حفظها بالطعام والشراب، ادي واحدة. استبقاؤها بالناس والزواج، ادي قوام الايه؟ الحياة. هي بس طعام وشراب؟ طب ما هي في دفع اذى برضه، من قوام الحياة دفع الايه؟ يبقى اذا قوام الحياة اننا نقيته نديله نفع، ادي واحدة، ونمنع عنه الايه؟ الأذى. وإن كان عايز بقى حياة، يعني دي حياة عادية قوي، وعايزها حياة بقى سيطرة وسيادة وجاء وتمكين، يبقى ده لون من الحياة بس الإيه؟ راقية شوية. طب دي للحياة اللي احنا عايشينها دي نديله منافع، ها؟ ونمنع عنه أذى، ونديله إيه؟ سيادة كده وعظمة وجاه في الحياة، تبقى حياة راقية بس في الحياة، بس في الحياة المادية برضو. طب احنا كنا قلنا الحياة، ما هي الحياة؟ الحياة قسمين، حياة بمعنى ان الروح تتصل بالمادة فالمادة تحس وتتحرك، دي الحياة، وهذه يشترك فيها المؤمن والايه؟ والكافر، خلاص. وفي حياة تانية برضو ربنا سماها حياة، اللي هي ايه؟ ام قال لك انت صعدت الحياة الاولانية وقلت ايه؟ تدي له منافع وتسلب عنه مضار، وتدي له ايه؟ سيادة وجاء. طب ما تصعدها شوية وتخليها بدل ما تنتهي كده في كام سنة، تخليها تشبك في حياة تانية ما تنتهيش. ده التصعيد العالي بقى، ده التصعيد الايه؟ العالي. نشوف بقى قوام الكعبة جعلها الله قياما للناس، اي قواما لحياتهم. حياتهم من ايه؟ قال لك الاثنين، الحياة المادية اللي هي منتهية بالموت، والحياة الموصولة الثانية. قال لك له الحياة، قال لك اسمها حياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الله، طب ده هو بيخطبهم اهو، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الله، يبقى في حياة ثانية، في حياة ايه؟ في حياة ثانية. يبقى إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما للإيه؟ لحياة الناس. الحياة هي، قال لك الحياتين الاثنين. طب نمسك الحياة الأولى اللي عايزة إيه؟ دفع إيه؟ أذى وجلب نفع وجاه وسيطرة. قال لك شوف بقى البيت الحرام عمل إيه؟ البيت الحرام ده لما عرفنا قصته، أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت وضع للناس. ما دام وضع للناس يبقى الناس هم اللي وضعوه؟ يبقى اللي بيحكي لي بقى يقول لك ده إبراهيم هو اللي عمل، يقول له افهم النص القرآني كويس. إن أول بيت وضع، لو أنه إبراهيم اللي قبل إبراهيم إلى آدم، ناس ولا مش ناس؟ ناس. طب وشمعنا دول الغلابة دول ما يبقاش لربهم بيت؟ اشمعنا من أول إبراهيم بس يبقى لله فيه بيت لربنا؟ طب واللي قبل كده ما لهمش؟ ما دام قال وضع للناس يبقى واضعه غير الناس، واضعه غير الناس، هذه أول واحد. وليس أناس أولى بأناس أن يكون لربهم بيت في الأرض. اشمعنا آدم يحرم إن ربنا ما يبقاش له بيت؟ يبقى لازم له بيت برضه، ما دام كلمة ناس، لأن الناس معناها إيه؟ الناس هم البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة. ما دام وضع للناس يبقى من أول ما وجد ناس يبقى لازم كان فيه إيه؟ بيه. كان فيه بيت. طب إيه حكاية سيدنا إبراهيم؟ قال لك ده اللبس حصل إزاي؟ من قولهم وإذ يرفع إبراهيم، ولو أنهم تنبهوا إلى معطى اللفظ يرفع، يرفع يرفع ده بيجيب البعد الثالث،
يبقى عمل إبراهيم ما جابش للبعد الأول ولا البعد الثاني، إنما بقول يرفع، يبقى بيجيب البعد إن هو الثالث. يبقى البعد الثالث ده من الجائز يجي سيل يشيلها، نقوم نعمل البعد الثالث. أي واحد يعمل يبقى البيت هو. ولذلك شوف بقى، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، علمنا له قلنا له البيت الحتة دي ابن بقى هنا، يبقى إذا البيت موجود ولا مش موجود. طيب أيضا بالعقل بالدليل العقل هو الحق سبحانه وتعالى لما يحكي بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى إسماعيل اشترك في الرفع ولا لا؟ اشترك، يبقى لازم كان كبير كان يقدر يعاون. طب ده هو جابه وهو رضيع مع أمه شيلاه، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كان موجود يعني. يبقى كان موجود، يبقى إبراهيم بس بيرفع بيجيب البعد الثالث، إنما هو ساعة مسكن قال عند بيتك المحرم. بيتك ساعة أنت بقى ما تيجي بيت مبني الواحد وبعدين جه هدوه عشان يبني تاني بالمسلح وبتاع، مش بيقف عند البيت برضو الحتة هوية هي هو البيت هو هو. يبقى البيت المكان، المبنى دي مكان. يبقى إبراهيم عمل إيه؟ بيرفع يرفع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فكأن القواعد والمكان المساحي موجود بدليل إيه؟ قول الحق سبحانه وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خلاص كده؟ يبقى كلمة الناس دي عامة ولا لا؟ طيب نشوف بقى جاب لهم منافع إيه؟ طب رغم هو بيقول بواد غير ذي زرع، ومعنى إن ما فيش فيه زرع، احكم كده ما دام ما فيش زرع احكم بأن ما فيش مية وما فيش نبات. واقتيات الإنسان من إيه؟ طب ما هو من الحاجات دي، ما دام واد غير ذي زرع يبقى ما فيش. ربنا جاب الكناية اللي تديك كله، بدل ما كان يقول بواد لا طعام فيه ولا شراب ولا حيوان يقول لك غير ذي زرع، لأن دي كلها لوازم ذي زرع على الأول. يبقى أمال يعيشوا إزاي؟ يعيشوا إزاي؟ فعمل البيت ده بقى في الحتة دي علشان يبقى المقصد لا لشيء من شيء من أشياء الدنيا أبدا، لا عايز يتفسح يقعد في حتة حلوة ولا جو حلو ولا يقف على المية ولا يأكل ولا ما فيش فيها حاجة أبدا إلا تلبية نداء الله في إنك تجي هنا. ما فيهاش إلا مين؟ المنع نعمة. ما فيه قال. ولذلك مش ستنا هاجر لما جه سيدنا إبراهيم جابها هي ورضعها وحطوه هناك وبده يمشي، قالت له ايه؟ الانثى وابنها ابنها وما فيش حته. قالت له انت هتسيب ايه الحكايه بتاعتك دي؟ قالت له قول لي بقى، ربنا اللي انزلك في هذا المكان ولا ده برايك؟ ام قال لها ده ربنا. قالت له طب روح بقى ما تروح. اذن لا يضيعنا، مع السلامه. أنا حثقتي في وجودك أكثر من ثقتي في وجود ربنا، مع السلامة. الله، وثبت بقى حتة ما فيهاش مية، المقوم الأساسي لله الله أساسي الحياة. طب الهوى ده موجود في الكل إنما ما فيش مية، بدليل إن ربنا قصلنا القصة بتاعتها والصفا والمروة والصفا والمروة. الله، ده بده يبين لك إنها صحيح. هي قالت إذن لا يضيعنا، ولكن أمعنى أنه لا يضيعها وتثق في أنه يرزقها؟ الأسباب اللي ربنا مديها لها من القوة والعافية والفكر ما تشغلهاش؟ طب ما هي عطاء ربنا برضو الأسباب؟ لا تشغلها. طلعت على الجبل ده تبص يمكن لعلها تلاقي مثلا طير فتستدل بالطير على الماء تقوم تروح له، أو ترى قفلة جاية أو ما لقتش، رحت على الحتة التانية الناحية التانية ما لقتش، رجعت على التانية سبعة شواط. قول لي الأنثى بقى في السن ده تقدر على أكتر من هذه العملية؟ ده احنا في شبابنا يا دوب على ما بنسعى التسع سبع أشواط بنبقى نتعب، وإحنا ما بنسعاش عشان نروح نشرب، ده نتسعى لحاجة وملهوفة على ابنها الرضيع، يعني عملية شقة. لكن مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت. لو أن الله أعطاها هنا على الصفا أو هنا على المروة لكانت ما ثبتتش كلمتها لا يضيعنا، بل هي سعت ولقت. لكن يقول لها مش هتلاقي هنا، انما هتروح تلاقي عند رجلين الرضيع. يبقى اذن لا يضيعنا هي صح ولا لا؟ ولكنها سعت ولا لا؟ واكدت ولا ما اكدتش؟ ما لقتش ولا لا؟ ما لقتش. يبقى ربنا بيخدم قضيتين اتنين،
قضية إن الإنسان له أن يسعى على قدر جهده، لكن ما يفهمش إن السعي ده هو اللي هيجيب له. يبقى إذن لا يضيعنا جات لها ثمرة ولا ما جات لهاش إيه؟ ولذلك ربنا أبقى. طب هذه حدثت لحادثة وقعت لهاجر ولابنه، إيه لزوم إن إحنا نعملها؟ قالوا ده إحنا عايزين نفكر الناس، كل واحد يمشي المشية دي يفتكر الأسباب والمسببات والمسبب. لازم يفتكر كل واحد، لأن ده درس إيه؟ درس عملي، درس عملي. يبقى لازم كل واحد يعمل إيه؟ ليه؟ لأن هي فتنة الناس بتيجي في إيه؟ أما الإنسان إيه؟ أما يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نقول له اوعى الأسباب، أحسن الأسباب تغرك وتتعب بعدين، بل خليك دايما مع الإيه؟ ولذلك قلنا الجوارح تعمل، أدي الأسباب، ولكن القلوب تتوكل، أدي المسبب. فربنا جابها ولا ما جابهاش؟ جابها. لو أن الله أعطاها علامة من علامات وجود الماء ووجود الزرع والأنس بالناس على الصفا أو المروة، كانت الكلمة اللي قالتها ما يبقاش لها إيه؟ لسه ما جاتش. إنما هو عايز يقول لها أنت قلتها وادي وهي صح، يلا خدي. طب عمل إيه بقى ربنا؟ قال أدام أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. شغلتهم إقامة إيه؟ الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ما دام ما فيش لا زرع ولا بتاع، يبقى إذن الكعبة البيت الحرام قياما لحياة من يوجد فيها ولا مش قيام؟ قيام. قالهم إيه؟ ولذلك يقول لك يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كلمة يجبى، ما تفتكرش إن الناس بيودوا الحاجات دي طواعية، ده زي ما يكون يجبى بالقهر غصب عنه يودي. في ناس لهم مزارع كتير في الطائف وفي البلاد دي، تروح تشتري منهم العنب او الخوخ او الرمان او ما يرضاش يبيع لك، يقول لك لا ده بتاع مكه، روح اشتري من مكه. يجبى خلاص. وبعدين يقول لك اجعل افئده من الناس تهوي اليهم، مش تهوى انها تروح، لا تهوى. والذي يهوي من حالق من عالي كده ملوش اراده، محذوف محذوف. ولذلك تجد اللي مش مكلف بالحج روح اطفطف عليه انه بده يحج، محذوف كده. تهوي، افرقوا بين تهوي وتهوى. تهوى تحب تروح، انما تهوي ده غصب عنه، زي ما زي الانسان ما يقدرش لما يقع من حته ما يقدرش يمسك نفسه ولا بلاش مش واقع على الحد هنا، يقول له لا ده تهوي. واجعل أفئدة من الناس تهوي، بدليل على أن الهوية مش صنعة جسم، ده صنعة أفئدة. صنعة إيه؟ أفئدة. جعل أفئدة من الناس تهوي إيه؟ إليه وارزقهم من الثمرات. يبقى الكعبة البيت الحرام بقت قوام لحياة الناس ولا لا؟ طيب على. وبعدين قال ومن دخله كان آمنا حتى ولو كان قاتلا. الواحد يقابل قاتل ابوه ما يقدرش يتعرض له، اللي عايز يخايف من حد ولا حاجه يجي الايه الحرم، يبقى دفع الضر ولا ما دفعش؟ ادي حاجتين اتنين من مقومات ايه؟ من مقومات الحياه. ادالهم نفع إيه؟ وحجب عنهم ايه؟ حجب عنهم ضر. امن على الاول. هات لي بقى الحته الثانيه بتاعه الحياه اللي هي ايه؟ اللي احنا هنسميها بقى العنتزه والسياده والجاء. قال له يا سلام، طب وفي قريش اتعنتزوا على العرب ليه؟ بقوا سادة العرب ليه؟ لأنهم يقولوا احنا سدنة البيت، احنا خدام بيت ربنا، احنا كل حيجي عندنا، اوعى حد يتعرض لقوافلنا لما تروح الشام ولا تروح اليمن، لأن اللي حيتعرض على قوافلنا ويجي هنا ننتقم منه. ولذلك ما حدش يتعرض لقبيلة قريش. عايز سيادة أكتر من كده ايه بقى؟ أدي سيادة، يبقى مقوم حياة. أما أن يأتي بنافع كالرزق الذي يأتي، وإما أن يمنع ضارا، وذلك بالأمن الذي يصيبه كل خائف فيها. والسيادة التي أخذتها مين؟ قريش على العرب جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.